ايه ده؟ في ايه؟ حد يعمل في حد كده؟ ما انا بشوف بس مالك في ايه؟ حد يعمل في حد كده؟ انا داخل عادي لقيتك مندمجه كده، قلت ما اشوف بس اخبط. بتعمل ايه؟ خضتني قوي. حاجه بتلعبي ايه؟ ما مش هتعلميني بتاع ده؟ ما اصلا انا نفسي اتعلمه. والله العظيم. طب ايت ايه ده؟ الفيلم؟ الفيلم لا بتهزري. عاملينه ازاي؟ احكي لي. تعالى. انت مش عارفه؟ لا يعني ما سمعت بس ما ريفرش كده معايا. احكي لي بقى. بص، ات بيتكلم عن في زي مدينه في 1989 ابتدى اطفال كتير قوي تختفي مره واحده من غير اي سبب. يا ما انت كريم يا رب. حلو. ابتدوا اطفال كتير قوي والاهالي مش عارفين هما فين، ومحدش عارف يحقق ولا البوليس عارف يوصل اي حاجه. اوكي. وفي 7 عيال او تينيجرز يعني منبوذين قوي وعندهم مشاكل مع الناس، وسموا نفسهم The Losers Club. فشلة. فشلة. يعني سموا نفسهم الفشلة. جروب الفشلة. أوكي. ماشي. فجروب الفشلة دول جمعوا هم 7 وابتدوا يدوروا على مين اللي بيخطف الأطفال دول أو مين اللي بياكلهم أي حاجة يعني. أوكي. وبعدين ابتدوا يشوفوا يلاقوا حاجة من هنا، حاجة من هنا، تيشيرت طفل من هنا، جثة من هنا كده، لحد ما لقوا ان اللي بيقتل ده اصلا طلع أراجوز. أراجوز مخيف جدا وماشي ببالونة كده حتى. اوكي. والأراجوز ده طلع ان هو حاجة كبيرة قوي في التاون ده، في المدينة دي، وبيظهر كل 27 سنة. وعشان يصطاد الطفل بيستخدم مخاوفه الشخصية جدا عشان يجيبه. يعني مثلا انت حصلك حاجة زمان، مثلا بتخاف مثلا من المية، فهو يبتدي يعمل لك مية كتير قوي ويبتدي يكلمك لحد ما تروح له انت. يعني هو مش بيجري ورا حد. طب هو لو فكر ان هو يستخدم مخاوفك عشان يصطادك، تفتكر تديله مخاوف ايه؟ اي حاجة. مية، حيوانات. خافي من كل حاجة؟ كل حاجة. اوكي. كل نور قطع. بالظبط. كل ده ممكن يعني يخطفك ان النور قطع. اوكي. بالظبط. وبعدين؟ دي قصة ستيفن كينج كمان. اوكي. تعرف انت ايه عن ستيفن كينج؟ اسمه ستيفن كينج ده من اهم كتاب الرعب على مستوى العالم. عمل 60 رواية وقصة قصيرة. يعني بصي فاضي، انا بشوفه كده بتعقد. يعني بشوف الكام رواية اللي انا كاتبهم دول بتعقد. يعني مش مسألة فاضي، هو عنده قدرة على الكتابة غير طبيعية، وعنده انتظام يعني روتين بيستخدمه كل يوم، بيكتب عدد ضخم جدا من الكلمات. عنده قدرة زي ما في بني ادمين كده قادرين ان هم يقعدوا يكتبوا كتير جدا. استاذ خيري شلبي مثلا عندنا في مصر، الاديب الكبير، كان عنده قدره يكتب روايات ضخمه جدا في وقت قليل جدا. الكاتب سرعته وقوته في الكتابه او ضخامه اللي بيكتبه دي قدرات يعني. وبعدين ستيفن كينج عمل ترجمه للروايات بتاعته للغات تتخطى ال 40 لغه، وزع 350 مليون نسخه على مستوى العالم. حتى القصص القصيرة بتاعته تحولت لأفلام. المنتجين السينما قاعدين طول الوقت منتظرين بس ستيفن كينج هيقول ايه عشان ياخدوا منه حاجة. طبعا من أهم الحاجات اللي عملها The Green Mile. فيلم The Green Mile بتاع توم هانكس طبعا كان قصة خطيرة، واتعمل فيلم من أعظم الأفلام اللي اتعملت لتوم هانكس. وطبعا هو برضو عمل The Shining مع جاك نيكلسون، وده فيلم من فيلم. انت عارفاه بتحبيه طبعا. فيلم اكثر حد بيرعبني. فانا بقول ان هو خلق عالم جديد وليه قصه غريبه جدا مع شايننج. لما جه يعمله كتب السيناريو. شوفي على عظمه ستيفن كينج، راح لستانلي كوبريك المخرج المشهور اللي عمل النص ده نفسه سينما، واداله السيناريو. فاذا بالستانلي كوبريك قال له مش عاجبني كلام ستيفن كينج، وراح كتبه هو عشان كان عنده اختلاف في الرؤية، ان هو عايز ان البطل بتاع الفيلم الرعب ده يكون حقيقة الامر، هو المكان نفسه هو اللي مرعب، وده كان ستيفن كينج مش هو اللي عايزه. ففي الاخر عملوا اختلاف، وفي الاخر خد النص منه وكتبه، ولكن طلع في الاخر هو من اجمل افلام الدنيا. ده ستيفن كينج طبعا، وهو بيكتب كل حاجاته في مدينة واحدة اسمها كاسل روك. كل الروايات بتاعته بتدور هناك. يعني هو حاجاته واطفال ايت مثلا شاينينج كله بيدور ما بين منطقه كاسل روك وما حولها من ضواحي، علشان يخلق عالم خيالي. هي المدينه دي مش موجوده، هو خالقها وعايش فيها. وهو الراجل ده برضو منعزل في بيته كده وويرد جدا، عمل حادثه مره كان هيموت موته رهيبه ونجا منها، وهو يعتبر معبود الجماهير في مجال الكتابه الاثاره. وطبعا عنده اعداء كتير قوي قوي بيشتموه لانه مش طايقين نجاحه ده خالص. حاجه كمان ما لاحظتهاش عن ايت، ايه اكتر حاجه مميزه في ايت؟ ايه فكري كده، يعني ليه القصه دي نجحت قوي واتعملت افلام واتعملت روايات؟ ليه اشمعنى الأراجوز؟ عشان الأراجوز. بالظبط. الأراجوز ده اللي هو المهرج، هو قدر ستيفن كينج ان هو يحول فكره المهرج، خد حاجة احنا اوريدي بنحبها جدا في السيرك وفاميليير معها جدا، حولها الى شكل رعب.
فدايما في الكتابه لما بنجيب حاجه اوريدي مرعبه ماشي والناس عارفاها، المفاجاه ان انا اترعب منها ما بتبقاش مفاجاه كبيره قوي. لكن في فيلم زي ايت النهارده او النص نفسه، هو خد اكتر رمز الولاد بيحبوه جدا اللي هو الفن، الايس كريم والمهرج وبتاع، ويبتدي يحطه في اطار من الرعب. كان في سفاح امريكي على فكره بالمناسبه يس عمل نفس اللعبه بالظبط، كان بيطلع للاطفال وبيحط ماسك المهرجين ويديهم هدايا، بس كان بيخطف الاطفال يقتلهم بعد كده والشباب الصغير. واخدها من السفاح ده؟ ما اعتقدش ان هو ممكن يكون واخدها منه عشان يعمل الروايه، ولكن اكيد تاثر باللي حصل طبعا. وانا اعتقد انه النهارده ان تحويل المهرج ان هو يتحول لحاجه مرعبه بالمنظر ده، ده نجاح ساحق كبير قوي. زي ما في يوم من الايام فيلم جوز مثلا حول سمكه القرش اللي هي سمكه عاديه حولها الى وحش كاسر. فاحنا النهارده نقدر ناخد حاجه سمكه القرش اوريدي بتخوف، لكن المهرج عمره ما خوف حد، فهو خلق تروما للمجتمع الامريكي، المجتمعات كلها طبعا، لانه ايت اثر في جيل كله بتاع الثمانينات التسعينات كلنا. يعني ايت ده كان بيرعبنا جدا واحنا صغيرين. الحاجه كمان المهمه انه تحول المهرج ده عمل قوانين النهارده جديده في امريكا، بان استخدام المهرج اصبح ليه مشاكل كبيره قوي. يعني ما ينفعش تستخدم مهرج كده لمجرد استخدام، لانه ممكن يعمل حاله فزع كبيره جدا. قد ايه فيلم ممكن يزق طبعا طبعا، قد ايه فيلم ممكن يزق قناعات المجتمع كله ويخوفوا من حاجه هم ما كانوش على بالهم خالص بسبب حركه فيلم ايت. طبعا اتعمل منه اجزاء كتيره جدا وكلها نجحت نجاح رهيب، لانها كمان بتلعب على عنصر مهم قوي انه الطفل الصغير اللي هو في مخاوف عندنا كلنا. كلنا واحنا صغيرين كنا بنخاف. انت عندك مخاوفك وانا احكي لك على المخاوف بتاعتي، بس ما تسيحيش عشان بس مش عايزين مشاكل. انا كنت بخاف جدا من ستاره الحمام. لان انا اوضه النوم بتاعتي كنت نايم كده وقدامي على طول الحمام، الستاره بتاعت الحمام كان في شباك، مجرد ما تتحرك كده انا بتخيل ان حد قاعد ورا الستار. ساعات بقى اتخيل ما بخاف من الحاجات دي مش كده. ما انت يعني بيت تيتا بقى لما تيجي تشوفي المنظر تنام كده وابقى خايف جدا. وبعدين كنت بتخيل ورا ستاره الحمام ممكن الاقي إليان جاي من الفضاء، هيطلع تابوت فرعوني، يطلع موميا تجري ورايا. بتاعتك كليشيه قوي. انا كنت بتفرج على برنامج دكتور مصطفى محمود، فكان بيفتح الخيال طبعا ثقوب سوداء نجمد الناس ونفتح لهم المجال يعيشوا تاني في الفيوتشر، نرجع الجثمان تاني انه يبقى حي موجود. كل دي افكار بالنسبه لولد في الثمانينات عنده 8 9 سنين. كتر خيرك يعني. يعني بصي مفيش بقى انترنت، بس ده بالنسبه لنا ده اكتر حاجه كانت موجوده في خيالي، انفتح بشكل كبير. وانا اقول ان ده ممكن يكون اثر عليا جدا في الكتابه، ان انا خلاني احب الخيال قوي. يعني ما اعتقدش انه البرنامج ده عدى عليا بسلام. فسيفي كينج اعتقد انه اتعرض اكيد في خيال طفولته لحاجات كتير قوي طلعت منه كل هذا الابهار اللي انت ممكن تتخيليه. تفتكري ليه سيفي كينج نجح؟ ليه رعب على مستوى العالم هو الاكثر مبيعا بشكل كبير؟ احنا ليه بنحب الرعب؟ انت قاعده في الاوضه لوحدك وانا مش موجود وعمال حاطه حاطه النضاره وشغاله بترعبي في نفسك، انت عارفه ليه بترعبي نفسك او بتحبي الرعب او مخك ليه محتاج الرعب رغم ان انت خوافه قوي؟ بيجيلك كده ايه بقى؟ اديني كده احساس ليه؟ ايه اللي بيحصل؟ مش بتبسط، مش عارفه ازاي اشرحها لك، بس يعني اوكي انا هفهمك ليه. ليه؟ تعالي معايا، تعالي معايا افهمك ليه. يلا دين برنات ليه جاب السؤال؟ ليه بنحب نخف؟ معرفش. الاجابه موجوده في الكتاب ده، The Idiot Brain، يعني المخ العبيط الابله. اوكي بيعمل ايه بقى المخ الابله ده؟ الراجل ده طبيب عقلي مهم جدا جدا، درس دراسات قويه قوي عشان يفهم سلوك الناس اللي بيعملوه بره والمخ بيقول لهم ايه. فاكتشف حاجه غريبه جدا، احنا دايما بنقول ان المخ عاقل وهو عارف بالظبط هو بيعمل ايه، بس حقيقه الامر هو اكتشف ان مخ عبيط على فكره، ساعات بينخدع. تعالى اديكي مثلا صغير عشان يمكن يفهمك الموضوع قبل ما ندخل في الرعب. انت بتدخلي اي مطعم بتاكلي، بتفضلي تخلصي الوجبه بتاعتك لغايه ما مش قادره اتنفس يا بابي خلاص، فانا اقول لك طيب بس كلي حته البسله اللي فاضله، مش انا هموت. والفيلم ده صح؟ ساكن زيت عادي. بعد ما بتخلصي الاكل وتحس انك فول تماما، ايه اللي بيحصل؟ بتلاقي نفسك مش قادره تشربي كوبايه ميه، بس اول ما نسمع ان في تشيز كيك نبص على الصوره بيحصل ايه؟ اوتوماتيك نلاقي لا انا هاخد تشيز كيك بالفراوله عشان بفضلها مكان، بتفضي مكان. حقيقه الامر هو ان المخ في اللحظه دي، ده على كلام دين براند من الكتاب، بيقول انه المخ في اللحظه دي بيدي اوردر، بيطفي اللمبه بتاعت انه انا شبعت. ليه؟ علشان الانسان زمان جدا وهو ماشي في الاحراش بيتمشى، لو لقى شجره عليها اي مانجا
تين شجره فيها حلويات بيقوم جاري عليها ياخد بسرعه اللي فيها ويفضيها تماما لانه مش ضامن يشوف ده تاني. والحلويات بتدي طاقه للبني ادم، السكر بيدي طاقه، فهو عشان كده بيقول ان المخ في اللحظه دي بيخدع الجسم عشان ياكل زياده، رغم ان احنا بقينا في عالم مش محتاج خالص ان احنا ننخدع بان في حلويات ما هي موجوده على طول، يعني احنا ما مش رعاه. ونيجي هنا للفصل الجميل اللي بيتكلم عن الرعب. في حاجه اكتشفوها خطيره جدا، ان الرعب بيخبط دايما في الناس الصغيره اكتر من الكبار، بيحبوه اكتر. بتروح الملاهي بتركبي الرولر كوستر وتخافي وتنزلي بتنهاجي وعرقانه بس انت مبسوطه جدا. وكذلك فاكره بيت الرعب، فاكره حصل بيت الرعب، عايزه مره كمان انبسطتي جدا بس انت برضو طلبتي مره واثنين وثلاثه. ليه؟ اكتشفوا انه في مركز في المخ بتاع الرعب اللي هو الخوف اللي جوه الانسان، اللي هو المركز اللي بيفرز الادرينالين اللي هو بيقول للجسم في خطر، اكتشفوا انه لازق في الجزء بتاع المتعه. يعني لما ده بيتحرك او في حاجه بتنشط الجزء بتاع الخوف في شيء من المتعه بيحصل. زي النهارده ما تحس انك عايزه تهرشي كده في حاجه بتهرشك، تحس عماله تهرشي جامد 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 لغايه توجعك قوي، اشمعنى؟ او في جزء في سنانك مضايقك عماله تحكيه كده قوي قوي لانه بيضايقك، هو مضايقك بس في متعه. فاكتشفوا ان الاثنين قريبين من بعض. عشان كده لما بتتفرج على فيلم رعب بينشط الرعب بس بينشط جنبه مركز المتعه بشكل كبير. الحاجه المفاجاه بقى انه بيديلك مكافاه لانك خرجتي سيف، خرجتي بامان. يعني انت اتفرجت على فيلم الرعب شفت العفريت وبعدين خلص الفيلم روحت البيت عادي جدا، فالمخ بيديكي مكافاه عشان تعملي كده تاني، عشان ما يتقبضش عليكي، عشان الوحش ما يلحقكيش، عشان انت هربتي من الموت فبيحصل لك حاله انبساط شديده. وده اللي بيخليك دايما لما بتواجه حاجه خطر، مثلا زي مثلا انت في البحر وفي سمكه مثلا موجوده، انت لو حتى متعوره او تعبانه او كنت رجليكي شاده مش قادره، فجاه كل ده بيختفي وبتجري لان الادرينالين نزل والجسم كله اتبنك تماما بدون اي الم علشان تخلصي اللي عندك. بعد ما تخلصي بيعملك بيسقف لك بيقول لك برافو عليكي. انت كل دي حاجات الجسم بيخدع بيها نفسه عن طريق انه فاكر ان المخ هو الراجل الجامد اللي فاهم كل حاجه، اكيد بيعمل حاجات صح. حقيقه الامر هو مش فاهم قوي، هو نفسه بينخدع. الكتاب ده بيقول، تيم براند بيقول ايه في الكتاب ده؟ بيقول ان الانسان بيظن ان مخه ذكي قوي، هو ذكي جدا في حاجات لكنه مش ذكي في كل الحاجات. يعني مثلا بيقول ان انت فاكره دلوقتي ان انت شايفاني كل الصوره اللي انت شايفاها قدام عينك دلوقتي، انا وانا قاعد قدامك ورايا المكتبه وكل حاجه، انت شايفاني كلي، بس حقيقه الامر انت شايفه عيني بس نقطة. صدق انت مش شايفه الباقي كله عباره عن صوره اوت اوف فوكس، لو كواليتي اوت اوف فوكس، بس انت عارفه ان هنا ايدي وعارفه ان هنا في كتاب، لكن عيني في عينك انت شايفه نقطه واحده بس. فاذا المخ بيهيئ لك حاجات عشان الدنيا تعدي وعشان ناكله ومتعيش. افلام الرعب قايمه بشكل كبير على السن الصغير، لان كل ما البني ادم بيكبر المركز بتاع الادرينالين مع الالم بيبعدوا عن بعض، بيخفوا، ما بيبقوش قريبين بعض زي الاول. فالانسان ما بيستمتعش قوي خاصه مع السن الكبير، بيحس انه عاقل مش محتاج ان هو يعمل كل المجهود ده عشان يحس بفوريا. خدي الكتاب بقى قري. اوكي ترجعي تاني بس مكان المكتبه، بلاش الشغل اللي اتسلفته لجانا وهنا والناس دي عشان ماشي ماشي. $79,000 فاتورة الكهرباء ان شاء الله. ايه الفرح العمدة اللي انت عاملينها؟ ايه ده؟ انت مش جاي نوم في ايه؟ يعني مش جايلك نوم؟ ما تدخلي تنامي في اوضتك بقى. لا انا هنام هنا اصلا. يعني ايه تنامي هنا ليه؟ اه والله مش بعد اللي انت حكيتولي ده كله، اليوم كله رعب وبعدين انا في اوضتي عادي. يعني هو العفريت ما بيجيش الصاله عشان من ورا النور، ومن الحمام بنجري من الحمام بسرعه على الاوضه عشان خاطر مش هيلحقنا، بنجري بسرعه عشان هيلحقنا العفريت. احكي لك حدوته؟ اسمعي. في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1974 بدأت تحصل جرائم غريبة جدا. بنات سن حضرتك كده وأكبر شوية شعرهم غامق، في فرق في النص في شعرهم. أوكي أنا بقولك بس بيختفوا اختفاءات غريبة جدا جدا، وبعدين بيختفوا معش لاقينهم خالص أهليهم، عدد كبير مش قليل يعني. بعدين بدأوا يلاقوا جثث، يلاقوا أشلاء، جثث متقطعة خالص متبهدلة كأن الدب كلها بهدلها، مش أكل ولكن متمزعة يعني.
في الفترة دي اختفت 30 بنت. 30؟ 30 بنت. وفي الآخر مسكوا الشخص اللي كان بيعمل كده. نرجع بقى فلاش باك زي السينما كده ورا، عارفة الشاشة تقوم عاملة كده رجعين. في طفل صغير اتولد اسمه تيد باندي. الولد ده لما اتولد كانت أمه مراهقة وما كانتش مسؤولة خالص، فخلفته وهي صغيرة جدا، ولأن ده عار عند الجيران وشكله ما يبقى وحش، البنت دي سابت ابنها خالص. ومين اللي رباه؟ جده وجدته. وعشان الولد لما يكبر ما يبقاش فيه تساؤلات، وانا ماما فين بابا فين الفيلم ده، خاصة ان هو ما حدش عارف ابوه مين اصلا، فيلم تاني يعني. فالجد والجدة قالوا انه ده ابننا وتربى على ان بابا ماما وان امه هي خالته. كل حاجة متلخبطة تماما. كبر في السن وهو في سن المراهقة كبر شوية كده بدأ يعرف الحقيقة. يقال انه اكتشفها في سجلات، يعني عرف من السجلات اللي هي بتاعت البلد يعني، ويقال ان حد قال له. لما عرف ده جات له صدمة عصبية جامدة جدا. الولد ده اتشوه، وشه حلو قوي، وسيم، انسان هانسم جدا يعني، بالبنات بتحب تتفرج عليه قوي. وبعدين لما كبر شوية بدأ يجيله جنون القتل، بدأ يدور على نمط معين من البنات وبدأ يقتلهم بانتظام، قتل واغتصاب. وكان عنده إمكانية ان هو يعمل ده مع حد ميت كمان، يعني يقتل ويرجع تاني يوم ويكمل جريمته بشكل غريب قوي. تيد باندي اتقبض عليه بطريقة عجيبة. في كذا حد قال انه في بنت هنا دخلت عربية لونها أورنج، دايما كان في كده احساس العربية دي بتاعت مين، لغاية ما في يوم واحد شرطي راح واقف موقف العربية، رخصك فين؟ ما فيش رخص. بص جوه لقى حبل، فقال له الحبل ده بتاع ايه؟ اتلجلج في الكلام، خده على الاسم. وهم بيعملوا معاه انتروجيشن بقى وبتاع استجوابات، اكتشفوا ان ده تيد باندي هو ده القاتل بتاع القتل ده كله. القصه ما انتهتش، مسك العربيه. القصه ما انتهتش هنا. القصه ابتدت هنا، لان هو لما دخل محكمه اكتشفوا ان هم قدام كاركتر نارسيسستيك بيرسوناليتي وسايكوباث، يعني سايكوباتي جدا، ما بيحسش، جلده تخين جدا في القتل او الاغتصاب، وكمان هو نارسيستيك قوي يعني حاسس بنفسه، لدرجه انه طرد المحامي بتاعه وقال له انا مش محتاج محامي خالص وانا هذاكر قانون. وبدا في الزنزانه بتاعته يذاكر قانون، وعاش 10 سنين بيحضر المحكمه لوحده ويترافع لوحده، لدرجه ان في واحده معجبه حبته جوه المحكمه، بيحضروا البنات هيموتوا عليه خالص كانه يعني تامر حسني هيموتوا عليه. اوكي. وبعدين فجاه اتجوزها، بقت تزوره في الزنزانه جوه السجن، وخلف بنت، والبنت دي بقى عندها 10 سنين، وعمل لها عيد ميلاد ومتصوره معاها. تخيل البنت دي فين دلوقتي، انت متخيله؟ بعد 10 سنين اثبتوا التهم عليه. شوفي كل الصعوبه ان هم يثبتوا، لان كل ما يجي يقولوا له خلاص احنا هنعدم او خلاص التهم، يقول لهم نسيت في بنت كنت دفنتها في الجبل الفلاني، فيكتشفوا جريمه اكبر. تيد باندي يقعد اكتر. تيد باندي اتهم ب 36 جريمه قتل، وتم اعدامه في الاخر بالكرسي الكهربائي. والشعب الامريكي عمل فرح رهيب لما حصل الموضوع ده. طبعا تيد باندي من اليوم ده بقى اسطوره. اي بنت صغيره 17 كده شعرها غامق عامله فرق في النص بتسمع اسمه خلاص اطمنت، لانه مات، ما هو مات طبعاً. خلاص فاحنا تمام. فانا بحكي الحكايه عشان نطمن ونهدى وتوتا توتا فرغه الحدوته وندخل ننام ايه في ايه مفيش حاجه مالك؟ انت وشك اصلا بيخوف. مفيش حاجه والله، انت بتعمل فيا كده يوم الصبح. تيد باندي مات خلاص. انا تعبت. ما تقلقيش هندخل ننام. مش هنام، انا هنام هنا خلاص. هتنامي هنا بالمنظر؟ هنام هنا خلاص. هي هي يا ابوكي عندي بتهزري. حطي بالراحه. ده ايه كل ده؟ لقيت ديسكاونت فظيع فقلت اجيب كله بقى بالجمله. طب هنوديهم فين دول؟ مش بفكر، يا اما نفضي شويه المكتبه يا اما تجيب لنا بقى مكتبه جديده. الله، والنظاره دي بتاعتي على فكره. كانت بتاعتك، خلاص محتاجاها، جبت كتب كتير قوي. شكرا انت حببتني في القرايه. شكرا انك انت طلعتي قد وعدك. قد الكلام. قد الكلام.